رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة دخول للبلاد لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر الخميس. وقالت مجلة أمريكية نقلا عن 3 مصادر دبلوماسية إن ظريف طلب الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني.